كشفت بيانات حديثة بالصين أن فيروس كورونا لم يؤثر على الوضع الصحي فقط، بل كانت له تبعات اجتماعية تتمثل في ارتفاع حالات الطلاق بسبب قضاء الأزواج وقتا أطول مع بعضهم البعض في الحجر الصحي. ووفقا لسكاي نيوز عربية نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قال شون جون وهو مسؤول في مكتب الزواج بمدينة دازهو جنوب شرقي الصين إن 300 من الأزواج تقدموا بطلبات للطلاق منذ 24 من فبراير الماضي. وأضاف الموقع أن مسؤولي مكاتب الزواج يرجحون أن يكون هذا الارتفاع في حالات الطلاق ناجما عن اضطرار الأزواج إلى قضاء وقت أطول مع بعضهم البعض من جراء المكوث في البيوت والامتثال للحجر الصحي المفروض من قبل السلطات. وقال مسؤول مكتب الزواج، يضيف الموقع إن معدل الطلاق ارتفع مقارنة بما كان عليه قبل استشراء وباء كورونا بسبب النقاشات الحامية فيما بينهم.